بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة. كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة. مرحبا أحبائي في برنامجكم أسرع جواب. أسرع جواب حصة جميلة أنا نحبها بزاف بزاف، هي حصة فيها روح تنافسية، فيها أطفال يجون عندنا لهنا باش نكتشفوا معهم بعض المعلومات. وهذه الحصة فيها أربع فقرات: فقرة الثقافة العامة، فقرة التربية الإسلامية، فقرة تاريخ جغرافيا وعلوم، وفقرة جزائرنا. وانتم أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تشاركوا وتحضروا معنا في الحصة كما أصدقائنا اللي رمنا ما عليكم اللي توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا، ولا تروحوا على صفحة الفيسبوك ولا حساب الانستغرام عمويزيد تيفي. مرحبا بكم. اليوم معنا يوسف. اليوم شراك؟ لباس؟ صحيح شفت بعض يوسف؟ 59. الله يبارك، شاطر شاطر وليدي. مورف تشوف هذا البرنامج؟ مورف. وش الفقرة اللي مورفة تعجبك؟ فقط تاريخ وجغرافيا. تاريخ وجغرافيا وعلوم، جميل جميل. نور اليقين بنتي وش راكي؟ لاباس. شحال جبتي معدل؟ 8.40. الله يبارك الله يبارك، جميل جميل. مورف تشوف البرنامج؟ نعم. وش من فقرة اللي تعجبك بزاف؟ تربية إسلامية. تربية إسلامية، جميل 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 جميل. نبدأ البرنامج. إذا نعطيكم بعض القواعد، تربعوا أيديكم هكذا، يلا برافو. عمو يزيد راح يلقي عليكم السؤال، ولكن تنتظروا حتى ينتهي السؤال باش تضغطوا على الزر بسرعة. الأسرع هو اللي يجاوب، أسرع جاوب. لذا لما تضغط على الزرار لجنة التحكيم تعطيك الحق في الإجابة، وزميلك اللي يكون معك ينتظر حتى تنتهي من إلقاء الإجابة. إذا ما توفقش فيها ينتقل حق الجواب للزميل الآخر. يا أخي جميل. اضغط على الزر بسرعة. ما هو عدد فقرات العمود الفقري عند الإنسان؟ عدد الفقرات في العمود الفقري عند الإنسان كم فقرة؟ يلا كم فقرة كم فقرة؟ يلا محاولة. معلش عمو يزيد يجاوب على السؤال. عدد فقرات العمود الفقري عند الإنسان هي 33. 33 فقرة. شفوا عليها أنتم تاني أحبائي لكم تشوفوا فينا، شفوا باللي في العمود الفقري عندنا 33 فقرة. السؤال الثاني هذا سهل، ركزوا معي. ما هي الطبقة التي تحمي الأرض من أشعة الشمس الضارة؟ طبقة، ما هي الطبقة التي تحمي الشمس من الأشعة الضارة؟ طبقة زجاج. لا لا مش زجاج. طبقة الأوز. الأوزون. برافو، ساعدك عمو يزيد. إذا طبقة الأوزون تعرفها مني؟ طبقة الأوزون هي اللي دائرة بالأرض هكذا وتحميها من أشعة الشمس الضارة. يا أخي شو عليها؟ طبقة الأوزون. ماذا تسمى العمارات العالية التي نجدها في المدن الكبرى؟ عمارة لما تكون عالية عالية كيفاش اسمها؟ ناطحة السحاب. ناطحة السحاب، برافو برافو لي غراتسيال. ناطحة السحاب هي العمارات الكبيرة اللي نسيبوها في المدن الكبرى. داكور، يلا يوسف يلا 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 يلا. جميل، عيبي الشاطرين دوك لازمكم وقت هكذا باش توالفوا برك يا اخي. دوك توالفوا. السؤال الرابع، ماذا تسمى أقصى منطقة في شمال الكرة الأرضية؟ كان منطقة أقصى شمال الكرة الأرضية، واسمها هذه المنطقة؟ جاية في الشمال. القطب الشمالي. الشمالي. إذن أقصى منطقة في شمال الكرة الأرضية هي القطب الشمالي. يا أخي أحبائي. خلاص. نلاحظ لك الفقرة التربية الإسلامية. اضغط على الزر بسرعة. تربية إسلامية. في أي شهر يكون الحج؟ في أي شهر؟ نحو يديكم. اللي عنده جواب هو اللي يضغط. في أي شهر يكون الحج؟ الحج. شهر فيه الكلمة الحج. الحج.
يلا، في أي شهر يكون الحج؟ ذو؟ ذو الحجة. ذو الحجة. ما تغطيش على الزر، إذن لجنة التحكيم راح ترفض الجواب تاعك. لازم تضغطي على الزر باش تجاوبي. هل الحج فرض؟ هل هو فرض؟ ليس فرض. ليس فرض. هل الحج فرض؟ فرض. فرض. هو فرض. الحج فرض. أعطينا مثال يوسف. الحج فرض ولكن شكون اللي يوضح لي؟ لمن استطاع إليه سبيلا، ولكنه فرض، لأنك إذا كان كنت قادر تحج وما حجيتش ماشي له، فهمت؟ ولكن الإنسان اللي ما يقدرش لا، ليس عليه ذنب. ولكن الإنسان اللي يستطيع ولبس به ويقدر يحج، ولاده كامل متزوجين ما فيش الدين، هذاك الشيء هذاك اللي يخلي الحج فرض عليه. يا أخي حبايبي، هو فرض مرة واحدة في العمر، يعني لما تحج مرة ماشي شرط أنك تزيد تحج مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن اللي يقدر يحج ما كانش مشكل، يحج شيء مسموح به، ولكن الفرض هو مرة واحدة ولكن لمن استطاع إليه سبيلا. اسم الإنسان اللي يكون لبس به. إذا نور اليقين نقطتان ويوسف نقطة. يلا، على من فرض الحج؟ شكون اللي فرض عليه الحج؟ اللي قلت لكم شوية على الأجوبة أنا، يا الغني ماشي الغني، لمن استطاع، لمن استطاع قادر، ماشي شرط أن يكون غني، من استطاع إيه، ومن واش لازم يكون هذا الإنسان هذا باش يفرض عليه الحج؟ يكون لباس به ماليا، يعني قادر ماليا، يعني ما يخليش موراه الدين تسلف على الناس وكامل ونستلو دراهم وكامل ويروح الحج غير معقول. واش لا، واش لازم يكون؟ على اي دين لازم يكون؟ المسلم. المسلم لازم يكون مسلم. زيد، واش لا، واش يكون ثاني؟ يلا، واش يكون ثاني؟ واحد يكون صغير، يكون عمره ان يعني يكون بالغا، يكون بالغا، يكون بالغا. زيد، واش لا، واحد يكون ناقص عقليا، وان تكون صحته العقليه جيده، يكون عاقلا. معلش، على كل حال ما جاوبتوش مليح على هذا السؤال، راح نجاوب عليه انا باش المستمعين واصدقاء الاطفال يفهموا. على من يفرض الحج؟ يفرض الحج على المسلم، تكون مسلم، تكون عاقل، يعني تكون في كامل قواك العقلية، ولازم تكون عندك القدرة المالية، وتكون عندك القدرة البدنية، يعني ما تكونش مريض. لكن تكون مريض ما هوش فرض عليك، ولكن إذا كنت مسلم عاقل وعندك القدرة المالية والقدرة البدنية الحج فرض عليك. يا أخي أحبائي، نعم. إذن أنا نأخذ النقطة هذه ماركيوها العمو يا زيدة. يلا، أذكر أركان الحج. أركان الحج، ما هي أركان الحج؟ اللي يروح الحج وش لازم يدير؟ والأشياء اللي يديروها في الحج. يلا، وقوف عرفة. وقوف بعرفة. الطواف، طوافان، طواف الإفاضة، الطواف، و يلا، يلا، الوقوف بعرفة، الطواف، و ال اسمه الصفا والمروة. الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة كذلك. يوسف قالنا السعي بين الصفا والمروة، نور اليقين قالت لنا طواف، الطواف، طواف الإفاضة، وقالت لنا الوقوف بعرفة. يبقى الإحرام، يجب الإحرام، يجب الإحرام. معلش، أعطيهم نقطة 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 نقطة، نقطة ليوسف ونقطة لنور اليقين. إذن أركان الحج هي الإحرام، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة، وطواف الإفاضة.
نحضر كل فقرة تاريخ جغرافيا وعلوم. اضغط على الزر بسرعة. بماذا نرمز للتقويم الهجري؟ بماذا نرمز للتقويم الهجري؟ بهجرة سيدنا. لا، بماذا نرمز له الرمز؟ كيفاش نكتبوه؟ ها. بالهاء. بالهاء. نرمز للتقويم الهجري بالهاء، والميلادي بالميم. بالميم. برافو برافو برافو. إذا نقطة لنور اليقين، نرمز للتقويم الهجري بالهاء، أما للتقويم الميلادي بالميم. يا أخي أذكر تاريخ معلمي وطني. تاريخ معلمي وطني. لا 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 لا، تاريخ معلمي وطني. 5 جويلية. 5 جويلية. تاريخ معلمي وطني هو هذاك مثلا أول نوفمبر، 5 جويلية، 19 مارس، هذوما التواريخ المعلمية الوطنية. إذا تاريخ معلمي. إذا نقول اليقين 5 نقاط ويوسف نقطتان. ماذا يوضح العنوان في الخريطة؟ العنوان في الخريطة واش لماذا يوضح يوضح مكان الذي لا لا ماذا يوضح؟ يوضح مكان ساكن. لا لا، العنوان على الخريطة يكون عنوان في الخريطة. لماذا وصمت هذه الخريطة؟ لا 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 لا, لا. ما يقولش خريطة الجزائر العاصمة، وش يقول؟ وش هو العنوان؟ عنوان. يلا عمو يزيد يجاوب على السؤال. العنوان يوضح على الخريطة نوع الخريطة وما تتضمنه من معلومات. نوع الخريطة وما تتضمنه من المعلومات. هذه الخريطة، يعني العنوان على الخريطة. قريتوها شفوا عليها؟ نعم. يلا، ماذا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها؟ الليل والنهار. الليل والنهار مرة كل كل 24 ساعة. كل 24 ساعة دوران الأرض حول نفسها يستغرق 24 ساعة وينتج عنه الليل والنهار. يلا الحقنا دركا الفقرة جزائرنا. تحبوا هذه الفقرة؟ نعم. أنا نحبها جزائرنا. اضغط على الزر بسرعة. ما هي الولاية التي لها أطول ساحل؟ عندنا مدن ساحلية، كنا طرحنا السؤال في الحصص اللي فاتوا، عندنا 14 مدينة ساحلية. نعم. ولكن المدينة الساحلية اللي فيها أكبر شريط ساحلي، ما هي؟ يلا محاولة نساعدكم. تيبازا. لا 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 لا، مش تيبازا. هذه مدينة جاية لا لا جاية في الشرق الجزائري، مش سهلة لكم. لا لا، قبل عنابة. لا لا، البوليدة ماهيش مدينة ساحلية. بلا ما تضغط، بلا ما تضغط، بلا ما تضغط. شكون؟ جيجي. لا لا، قبل جيجي. جيجي. لا لا، مور بجاي. سكيك. مور جيجي. يلا بين جيجي وعنابة. بين جيجي وعنابة، مدينة جميلة. يلا 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 يلا، مدينة ساحلية. لا لا، قبل طالب. سكيكدا. سكيكدا هي المدينة، هي الولاية الساحلية التي لديها أكبر شريط ساحلي، أكثر من 250 كيلومتر، يعني شيء من هائل، من أروع ما يكون، 250 كيلومتر ساحل. إلى أي ولاية كانت تابعة ولاية المغير قبل أن تصبح ولاية؟ يا أخي تعرفوا كاين 10 ولايات أضيفت إلى الجزائر منذ سنة 2020. هذه الولايات هي 10 وكلها في الجنوب. ولاية المغير كانت دائرة وصبحت ولاية. ولاية الواد. برافو 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 برافو. تسمعوا ولاية المغير. ولاية المغير معروفة بالتمور، معروفة بالتمور. ولاية الواد مدينة الألف قبة وقبة. نحييكم، شكرا على حسن الضيافة. كذلك مدينة الواد ضيفها ميبة برا، ولاية الواد كلها، ومدينة المغير كذلك أصدقائنا وحبابنا
تحياتنا لكل الناس المغير. إذا أصبحت ولاية هنيئا. يوسف 3 نقاط ونور اليقين 7 نقاط. كاين شاطئ واسمه مرسى بن هيلي في أقصى الغرب الجزائري، تابع لأي ولاية؟ لا أقصى الغرب. ولا تلمسان. برافو. تعرفها؟ تسمعي به مرسى بن مهدي؟ بورسي هذا مرسى بن مهدي، جاي الحدود المغربية، شاطئ جميل جدا، من أروع ما يكون. هذا الشاطئ تابع لولاية تلمسان، يحبوه بزاف الناس في الصيف، يروحوا له بزاف، يروحوا حتى من العاصمة، يروحوا من المدن الداخلية، يروحوا من الصحراء، يجوا من الهضاب العليا، يجوا من الشرق الجزائري، يروحوا لهذه المدينة اللي هي مدينة مرسى بن مهدي، اللي هي رائعة وجميلة جدا جدا جدا. حتى ناس من أروع ما يكون يرحبوا بالناس، وناس مضيافين كذلك. في ولاية عين تيموشنت، يوجد حمام معدني، وهذاك الحمام المعدني يحمل اسم مدينة تانية تابعة لولاية عين تيموشنت. ما هو هذا الحمام؟ حمام معروف في ولاية عين تيموشنت الجميلة، هناك حمام معدني يحمل اسم هذه المدينة هذه. حمام، يلا 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 محاولة. تعرفوا مدينة عين تيموشنت؟ تسمعوا بها ولاية عين تيموشنت؟ تسمعوا بها؟ نعم. شوية، هي مدينة في الغرب الجزائري، هي مدينة ساحلية جميلة جدا، فيها شواطئ جميلة، فيها مدينة بني صاف الهائلة الرائعة، تابع لها كذلك مدينة المالح ريو سالادو. المالح هي مدينة جميلة كذلك. واسم هذا الحمام؟ حمام؟ تعرفوا شو هي الحمامات المعدنية؟ واش تعرف؟ حمام ملوان في البلدة. حمام ملوان، تعرف فيه حمامات؟ حمام ريغا تعرفوا؟ حمام ريغا، حمام صالحين، حمام سخوطين، حمام دباغ، كاين حمامات جميلة، حمام عين ورقة، حمام شيقر، حمام بغرارة، حمام بوحنيفية في معسكر. وهذا الحمام واسمه اللي جاي في عين تيموشنت، حمام بو بوس. خلاص نجاوب على هذا السؤال. هذا اسمه حمام بوحجر. حمام بوحجر هي مدينة فيها حمام معدني رائع في ولاية عين تيموشنت، من أروع ما يكون. أبيكم السياحة المعدنية، الحمامات على الحمامات في الجزائر سياحة رائعة. كاين مركبات سياحية تقدروا تروحوا مع العائلة، وتقدروا كاين فنادق، كاين وين الأطفال يقدروا يلعبوا، كاين عدة أشياء، كاين ترفيه، كاين من أروع ما يكون. لازم تروحوا تزوروا هذه السياحة المعدنية الجميلة 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 في الجزائر. إذا أحبائي برافو. إذا نور اليقين 7 نقاط، يوسف 4 نقاط، احنا ما نخليكمش تروحوا بدون هدايا. إذا بنتي نور اليقين، بما أنك تفوقتي، عمو يزيد يهدي، تحبي لي بازل؟ نعم. إذا هذا البازل كيتواسيه، هباك واش ديري؟ تصوري روحك معاه وتبعتيه هنا في صفحة الفيسبوك باش نحطوها على التلفزيون. إذا عمو يزيد يهديك هذا البازل وهذا المجلة، هي مجلة عمو يزيد، تفضلي بنتي إن شاء الله تستفادي بهم. ويوسف كذلك ولدي، تعرف مسابقة أرسم جمال بلادي؟ إذا عمو يزيد يهديك هذا الكراس، كراس الرسم، رسوم جمال بلادي، باش تبعث لنا رسومات جميلة جميلة جميلة. وعمو يزيد يهديك هذا الميني بازل، فيه 3 تاع لي بازل الداخل، تقدر تستمتع به مع خوتك وكامل. فوالا هاويك ولدي. اسمي نور يعقين بسيدي، جئت من بلدية براقي. أشكر عمو يزيد على هذه الدعوة، وأهدي تحيات إلى معلماتي وأبي وأمي وإخوتي. اسمي يوسف سامح، أتيت من بلدية برج الكيفان. أشكر عمو يزيد على دعوتي على هذه الحصة، أوجه تحيات لأمي وأبي. إذا أحبائي انتظرونا في البرنامج المقبل، في العدد المقبل من هذا البرنامج، يوم الأحد على 6 على العشية على قناتكم عمو يزيد تي في. وانتم أحبائي اللي حبيتوا تشاركوا معنا في برنامج أسرع جواب، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا، ولا تروحوا على حساب الانستغرام ولا صفحة الفيسبوك عمو يزيد تي في للمشاركة على الخاص. سلام أحبائي. بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة. كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع،
اضغط على الزر بسرعة.